اليوم السابع عاملة على صفحتها الأولى شبه ملف عن ما أسمته بنوبة صحيان للاقتصاد المصري، ما بين إشادة دولية من جانب صندوق النقد الدولي وعلى لسان لاجارد تحديدا، كريستين لاجارد اللي قالت، وهي مديرة عام صندوق النقد الدولي، اللي أشادت وتوقعت أنه الاقتصاد المصري سيكون حاله أفضل، وأعلنت أنها متفائلة بحال الاقتصاد المصري حاليا، وبترى أن مصر ستحقق زيادة قدرها 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في الإيرادات تحديدا، وده بمجرد الانتهاء من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالكامل مقارنة بضريبة المبيعات اللي كانت قبل كده.